مرحبا، صباح الخير، اهلا فيكم بتجدوا على قناتي. هذا الفيديو قررت انه يكون What I Eat in a Day. راح اصور لكم كل الاشياء اللي باكلها اليوم من اول نهار لاخر نهار. شو اكل راح اصورهم كلهم كلهم كلهم. فراح يكون هاي الفيديو شوي مختلف، بس كتير حابه اعملكم اياه. حكيت لكم على الانستغرام اني حاعمله من شي شهر، هلا اخيرا صح اللي اسوي، فبتمنى يعجبكم. خليني هلا بلش. الصبح مثل كل يوم بلش النهار باني اشرب كاسة مي. عندي هاي العادة من قبل ما اعرف انها عادة صحية، ومن بعدها صارت عادة يومية عندي. انا دائما افيق جوعانة كتير، منشان هيك اول شي بعمل وقت فيه الصبح اني بحضر فطور. ما خططت لفيديو اليوم شو الشغلات اللي حصورها او شو حابة اطبخ، فاليوم وقت الصبح قررت اني اعمل كوزلمة وكشكة. الكوزلمة هي اكلة تركية بيستخدموا فيها العجين، بس انا بستخدم لافاش، هذا الخبز اللي موجود بالبيم للناس اللي عايشه بتركيا. في انواع كتيره للكوزلمه، في ببطاطا، في بالسبانخ، في بالجبنه. انا حعمل بالجبنه الاشقوان والبقدونس. طريقه الكوزلمه كتير سهله. انا اول شيء عم سخن خبز لانه كانت بالفريزر، بعدين بحط الاشقوان، بحط البقدونس، برس شويه ملح، وبعدين بقليها شوي بالمقلايه، وهيك بتكون خالصه. اليوم الفطور كتير بسيط وساده، عندي جبنه وكشكه اللي هي اكله سوريه، كوزلمه اللي هلا حكيت لكم عنها، حلاوه، حواضر زيت وزعتر، وهيك عندي خضار وجبنة وبيضة تقريبا شبه يومية باكلها. بينما الخبز الساندويش انا نادرا ما اجيب خبز الساندويش على البيت ونادرا ما اكله. بالعادة وقت اعمل فطور بيكون شكله حلو ومرتب اكتر، بس اليوم بما اني قررت اعمل فيديو فبالصدفة، ما بعرف زي صدفة نحاول لا، بس طلع شكله مو كتير مرتب، بس كان طعمته طيب على كل الأحوال. بعد الأكل باخذ حبة فيتامينات. بلشت هاي العادة بعد ما عرفت إنه عندي نقص فيتامين د، وصارت عندي عادة يومية حتى أتأكد إني عم باخذ كل الفيتامينات اللي بيحتاجها جسمي، باحتمال إني ما كنت عم باخذهم من الأكل. وطبعا بعد الأكل بعمل أهم طقس اللي هو شرب القهوة. أنا كتير كتير بحب القهوة، وبعمل قهوة فلتر، ما بعرف شو بعيها بالعربي، فلتر قهوة بالتركي. بشرب فنجان كبير لأنه فنجان تاع القهوة السورية بتطلعي كتير صغير وما عاد يعبي عيني، واحتمال إني أقضي ساعة كاملة وأنا عم بشرب قهوتي شوي شوي وتصفان شوف موبايلي. بس عن جد هي أكتر شغلة بحبها بكل النهار. بالعادة وقت جوع قلب النهار وحابة اكل شي بعمل كورن فليكس او بعمل كوكتيل. هالمرة عم بعمل لبن بالفواكه مع شوفان لانه كان عندي بالبيت، فكان اسهل لي من اني اعمل كورن فليكس. لبن بالفواكه اللي مفضل عندي هو بنكهة فواكه الغابة، عبارة عن فريز، بيري، بلو بيري، وهيك. هاي الأكلة كتير سهلة وبنفس الوقت طعمتها كتير 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 طيبة. البنهار وقت بكون بدي أدرس أو أعمل شي بجوع كتير كتير، فباكل هيك شي. ما يغركم صغر هاي الوجبة لأنه شوفان فيها بيشبع كتير، وهذا اللبن تبع الفواكه كمان بيشبع كتير، فبتكفيني لحتى روح برات البيت وارجع لحتى اعمل غدا. فهلا حاكلها وبشوفكم وقت الغدا. من شوي رجعت على البيت وهلا جوعانة كتير، رح اقوم اعمل اكل. اخي جايب من شي يومين ثلاثة من البازار فطر وجزر، فقررت اعمل فطر وجزر ودرة ودجاجة وجنبهم أعمل رز مفلفل. كتير بحب الأكل اللي بتاكل جنبه رز وبيكون هو خضرة ودجاجة، بحس إنه فيه كل العناصر الغذائية اللي بحتاجها. فكتير بحب كل نوع من الأكلات، بحب كمان في جزر وبازاليا وبطاطا ودجاجة، مثلا هاي الأكلة كمان كتير بحبها. فهلا حقوم بعمل الأكل.
انا بالعاده بفضل الاكل اللي فيه رز و بقوليات اكثر من الاكل اللي فيه لحمه. اللي فيه خضره كمان بحبه، بس ما كثير بحب الخضره المطبوخه، بحب الخضره النيه اكثر. اكثر شيء بعرف اطبخ طبخه تبع اللبن، بحب اكلات اللبن كثير كثير، طعمه ماي طيبين. اكثر جزء من الدجاجه بستخدمه هو الصدر، دائما بكل الاكل بستخدم صدر الدجاجه، حتى كثير من الاكلات بستغني عن اللحمه بصدر الدجاجه، ما كثير بحب اللحمه الحمراء. اول شيء بقطع الفطر بعدين بغسله. اكلت بسوريا كنا نشتري الفطر منظف ومجهز خالص باكياس، هون اول مره يصير بطبخ فطر طبيعي هيك. وهيك صار غدانا جاهز. بعتذر لاني ما صورت لكم كيف طبخناها لانه امي هي اللي طبختها، انا بس ساعدتها بالتقطيع. ما بعرف ليش اليوم على حظي ما في ولا اكله طلع شكلها شيء بالفيديو، حتى اليوم ما عرف ليش غريبه، بس هكل الاحوال كانت الاكله كتير كتير طيبه. جزر عطاها طعمه لذيذه وحلوه شوي. اكله شيء سخنه بس لذيذه. شو دخل السخونة؟ من وقت ما كنت صغيرة أهلي متعودين إنه يعملوا شاي أخضر بالزنجبيل بعد الأكل، إنه أمي وقتها كانت عم تحاول تنحف وأنا صارت عندي إياها عادة. من وقت ما كنت صغيرة لهلا كل يوم بعد الغداء لازم أشرب شاي أخضر بالزنجبيل. قلبي انهار بمرق لي شوية شغلات مصحية، مالي كتير بالحلو، ما كتير بحب الحلو يعني، بس بحب هدول الشغلات تجي حامضة مالحة وحامضة سوا كتير بحبهم. بالمساء اخي قرر يعمل مليسة، عطاني كاسة، مع انه هلأ الدنيا صيف احنا عم نحاول انه نكتر من السوائل قد ما فينا، وطبعا ما فينا نحكي عن الصيف بدون البطيخ، لانه البطيخ هو اطيب فاكهة بالحياة، اطيب شيء بالصيف. هيك بيكون خلاص نهاري، بحاول اني ما اكل شيء تقيل من بعد الساعة 9 او 10 المساء. حبيت انه يكون هذا الفيديو كتير عفوي، لهيك ما خططت قبل النهار شو الشغلات اللي حابة اكلها او شو الشغلات اللي حابة اطبخها، مع انه بالعادة بطبخ شغلات بعمل شغلات شكلها احلى، بس ممكن اعملكم بالمستقبل فيديو تاني. شكرا كتير لانكم شفتوا هذا الفيديو الاخير، ونتمنى يكون عجبكم، وبشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي. لو تعرف شو في أصوات، فمثلا نفرض الشاكري أسمع عالم برا، دول عالم وقت بصير يصور بحلالهم بحلالهم يصيروا عيطوا. دجاج تقريبا نص الأكل بلا ما عمله باللحم عمله بالدجاج. بقولي إيش ما هدول عم دوشوا؟ ماما عم صور لا تحكي. ماما عم صور. ما بدي سجل ماما. لك حاج هذا تبع المخلل شو وضعه من الاعراق؟ من صابون؟ وقح. طلع شكلي كثير غريب كانت الشعر. رحت